أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، ميليشيا الحوثي تجبر تجار إبس سداد الضرائب 16 سنة ماضية. موقع المصدر أونلاين، مشرف حوثي يبني منزله داخل سور جامع بصنعاء. وأخيرا، بريطانيا تخاطر بحرب مع إيران بدعمها للولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم. فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية جبايات وإتاوات مالية جديدة على عدد من تجار الجملة بمحافظة إب وسط اليمن، ويعنون موقع الصحوة نت: ميليشيا الحوثي تفرض نصف مليار ريال على تجار الخضروات في إب. أكدت مصادر محلية متطابقة أن ميليشيا الحوثي الانقلابية فرضت جبايات مالية خلال الأيام القليلة الماضية على تجار الخضروات بأهم أسواق الجملة بمدينة إب عاصمة المحافظة. المصادر قالت إن الميليشيات فرضت الجبايات المالية تحت مسمى الضرائب، فيما الهدف الرئيسي من تلك الجبايات تمويل ما تسميه بالمجهود الحربي لدعم عملياتها القتالية في مختلف الجبهات، فضلا عن أهداف أخرى تقف خلف تلك الجبايات. وأفادت المصادر بأن الميليشيا الحوثية تطالب التجار بمبالغ باهظة، مطالبة إياهم بدفع ضرائب 16 عام تصل إلى 400 مليون ريال. وفي مذكرة رفعتها مصلحة الضرائب في إب والخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، ووجهت خطابها لإدارة أمن محافظة إب، طالبت فيه بحجز ممتلكات وسيارات التجار بهدف مصادرتها. تفاجأ المصلون بمسجد الجامعة الجديدة في صنعاء ببناء أحد الموالين لجماعة الحوثيين سورا يحيط بالصرح الخارجي للمسجد ويعلق موقع الصحوة أو المصدر أونلاين. الحوثيون يستولون على صرح مسجد الجامعة الجديدة بصنعاء ويشرعون بالبناء فيه. قال مصلون أن المشرف الذي فرضه الحوثيون على المسجد ويدعى غائب الرازحي أبو مصطفى منح أحد الموالين للحوثيين عقد إيجار للصرح الخارجي للمسجد للبناء عليه بدون وجه حق أو موافقة من الجهات المختصة. وأضافوا أن المستأجر باشر في بناء سور يحيط بالصرح الخارجي للمسجد بالكامل، واستنكر مصلون وسكان في الحي هذا الإجراء غير القانوني، واعتبروه اعتداء صارخا على حرمة المسجد وضمن مسلسل الانتهاكات التي طالت المساجد وأملاكها. خرج سامي نعمان من معتقلات ميليشيا الحوثي ليصبح مدافعا عن المعتقلين الذين نسيهم الجميع داخل المعتقلات، وأصبح الحديث عنهم محصورا على أقاربهم. سامي نعمان كتب مقالا عن اتفاقيات مجحفة بحق المعتقلين وحق الجنود. في كل الأحوال، وكما باعتقادي يبقى الهدف الرئيسي لميليشيات الحوثي الإرهابية من خلال إصدارها حكم إعدام لثلاثين معتقلا لديها، والذي يبدو أن الحكومة تتساوق معه، هو تكريس التعامل مع هؤلاء ومع أمثالهم والإقرار بصفتهم أسرى في صفقات النخاسة للأمم المتحدة لصفقات التبادل، أو على نهج الصفقات البائسة للتبادل كما حدث بقضية أحمد المرقشي حارس صحيفة الأيام، أو كذبة عميد الأسرى التي صدقوها، وغيره من صفقات أخرى تمت مع مأرب تحضرني إحداها على الأقل. الأفرج عن مقاتلين حوثيين أسروا وبيدهم السلاح مقابل مدنيين أبرياء اعتقلوا من بيوتهم ومقار عملهم ومن الشوارع. والسؤال المغيب هنا للقوات الحكومية وأبطال الديجيتال الذين يغالطون ويبادلون أسرى مقابل ضحايا أبرياء: ما هو مصير أسراكم إذن أيها المتحاذقون الأنانيون؟ كيف تفرجون عن مقاتل وقاتل مقابل ضحية؟ كيف سيطمئن الجندي في صفوفكم الأمامية على حياته إن وقع في الأسر وأنتم تطلقون أسراهم مقابل ضحايا مدنيين في معتقلاتهم؟ بالتأكيد سيطمئن الحوثي لتصفية أسراكم وإعدامهم دون أن يكترث ودون ضجة لمحاكمتهم. هناك من يغطي فراغهم، بل سيقول ربما قتلوا في الجبهات ليسوا في أسرانا لأنه لا يحتاجهم. مبادلة أسرى المعارك بغير نظرائهم وبدون اتفاق شامل وواضح جريمة بحق كل أسرى الجيش وبحق كل المدنيين.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تدخل مسؤولين بالديوان الملكي السعودي لمحاولة ثني الإمارات عن سحب قواتها من اليمن، مؤكدة أن السعوديين شعروا بخيبة أمل كبيرة من قرار أبو ظبي. عنوان موقع يمن مونيتور حول ما نشرته الصحيفة الأمريكية: محاولات سعودية لثني الإمارات عن سحب قواتها من اليمن. ذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الإمارات تسحب قواتها من اليمن بوتيرة سريعة بعد تيقنها من أن الحرب الطاحنة التي حولت اليمن إلى كارثة إنسانية لا يمكن كسبها. نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين وعرب مطلعين على التفاصيل قولهم إن خفضا في عدد القوات الإماراتية قد حدث بالفعل مدفوعا برغبة الخروج من حرب مكلفة للغاية، حتى لو أغضب ذلك حلفائهم السعوديون. لكن مسؤولا في سفارة الرياض لدى واشنطن نفى للصحيفة أن تكون القيادة السعودية غير سعيدة بهذا القرار، وأن قيادة الدولتين تبقيان ملتزمتان بالأهداف الاستراتيجية بشأن اليمن. قال الموقع إن أبو ظبي ستبقي على قواتها مخفضة في عدن، بالإضافة لدعم التحالف من القوات اليمنية مؤلفة من 16 فصيل تقدر أعدادها بحوالي 20,000 مقاتل. نظم معلمو ومنتسبو وزارة التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أكثر من 3 سنوات، وعنون الموقع بوست: معلمو صنعاء يحتجون أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بصرف رواتبهم. طالب المشاركون بالوقفة الاحتجاجية الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه شريحة المعلمين والتربويين الذين انقطعت رواتبهم لأكثر من 3 أعوام. هذه الوقفة الثانية التي ينفذها المعلمون أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد أن نفذوا وقفة سابقة خلال مايو الماضي. وطالبت الوقفة الاحتجاجية للمعلمين الحوثيين والحكومة اليمنية بصرف الرواتب المنقطعة ل200,000 معلم منذ أكثر من 3 سنوات. السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان كتب مقالا عن إمكانية الاستفادة من تجار الحرب في أوروبا أو تجارب الحرب في أوروبا، والتي لم تتوقف إلا حين وصل الناس إلى حقائق المواطنة والعدالة، وأضاف في مقال تنشره بلقيس: كانت الحروب الدينية والإثنية في أوروبا قد خلفت ركاما من حطام الشعوب التي أزهقتها هذه الحروب التي شملت القارة بأكملها وامتدت حتى القرن 17. وبعد حرب دامية بين الكاثوليك والبروتستانت استمرت ل30 عاما، تم توقيع معاهدة وستفاليا عام 1648 لأنشأت قواعد التسامح الديني في العلاقات بين أمم أوروبا. ومنها بدأ مشوار طويل من المفاوضات والحوارات الداخلية والعابرة للقومية لإنشاء دولة المواطنة. مرت بعد ذلك ظروف قاسية على أوروبا كانت بمثابة ترددات الزلزال الذي خلفته تلك الكوارث المأساوية، ومنها الحربان العالميتان الأولى والثانية والحروب الإثنية الداخلية التي تفجرت لتأكيد الهوية القومية في بلدان كثيرة، غير أن معاهدة وستفاليا ظلت المرجعية التاريخية التي شغلت رقعة حاسمة في الفكر السياسي الأوروبي والعالمي عندما يتعلق الأمر بالتسامح الديني وبناء الدول على أساس المواطنة وحقها في السيادة على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وإقامة العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل. ما أحوجنا إلى مراجعة هذا التراث الإنساني ونحن نرهن مستقبل أجيالنا لمخرجات العقول المتحجرة والسياسات المتعجرفة ومراكز الأبحاث المتآمرة في الشرق والغرب معا، والتي تصر على أن مشكلتنا أننا منقسمون بين سنة وشيعة، وأنه لا استقرار ولا مستقبل إلا بأن يقضي أحدهم على الآخر. الحياة مفتوحة على كثير من التجارب البشرية لمن أراد أن يتزود بالمعرفة للأخذ بالخيار الذي يوصلنا بمستقبل آمن ومستقر.
لم يدرك منصور ذو 16 من عمره أن العلامة المطبوعة على قميصه الرياضي ستجلب له كل تلك المتاعب، لكنه لمس خطورة ذلك على حياته عندما تعرض للاعتداء على يد زملائه في الصف الأول الثانوي في مدرسة خاصة جنوبية صنعاء، حيث اعتدوا عليه لأنه يرتدي قميصا عليه علامة لا يحبها الحوثيون. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: الحوثيون يستخدمون التعليم منصة للتعبئة الطائفية والقتالية. أحد وكلاء المدرسة يعلق على تلك الحادثة قبل لحظات من الاعتداء على منصور: تعرض الطلاب لشحنة عاطفية وحماسية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وأحرقوا خلالها صور بعض قيادات حكومة اليمن. قبل تلك الواقعة بثلاثة أيام كانت المدرسة تلقت تعميما من إدارة الإعلام التربوي في أمانة العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بفرض وقفات احتجاجية في طابور الصباح، كما أمرت بتخصيص جميع فقرات الإذاعة المدرسية لمدة أسبوع للحديث عن التطبيع والدوس على علمي أمريكا وإسرائيل. تقول مشرفة في مدرسة حكومية إن إدارة المدرسة تتلقى يوميا توجيهات من مكتب التربية في العاصمة صنعاء ووزارة التربية والتعليم التي يديرها يحيى الحوثي شقيق زعيم الحوثيين، ومعظم المذكرة الداخلية تركز على تنفيذ أنشطة تخدم جماعة الحوثي ولا علاقة لها بالأنشطة المدرسية التي يفترض أن تنمي مهارات الطلاب. قالت الأمم المتحدة أنها قلقة للغاية من حكم الإعدام الصادر في حق 30 شخصا في اليمن حكمت عليهم محكمة تابعة للمتمردين الحوثيين بتهمة التجسس لصالح التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. وعنونت صحيفة لوفي غاغو الفرنسية: اليمن، الأمم المتحدة تدين الحكم بإعدام 30 رجلا بتهمة التجسس. قالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن الرجال 30 معظمهم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتمين لحزب الإصلاح الذين انتقدوا الحوثيين حكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة ابتدائية. أوضحت أن المفوضية تلقت معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد منهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافين شمدساني أن الأشخاص 30 يمكنهم استئناف القرار الذي اتخذ هذا الأسبوع، وقالت: نطلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وكذلك انتهاكات الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة. كانت الولايات المتحدة دولة تمارس القرصنة والبلطجة بقفاز من حرير الديمقراطية وحماية الحريات. دونالد ترامب نزع هذا القفاز ووضع العالم أمام حقيقة أنه نهاب كبير وأنهم في الخليج حمقى وجبناء يدفعون بلا تلكؤ. هذا جزء من مقال كتبه حسن العديني وجاء فيه: الرئيس الأمريكي ترامب يحيي فكرة عدم الانحياز بطريقة أخرى، أعني أنه أخذ الفكرة وليس المبدأ. الفكرة القديمة هدفت إلى تجنيب طائفة واسعة من دول العالم من الانخراط في الصراع الحاد بين المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة والمعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي، ومن ثم منع انزلاق المعسكرين إلى حرب سوف تتحول إلى نووية بالضرورة. وقد نجحت كتلة عدم الانحياز بمبادرة من عبد الناصر وتفاعل تيتو ونهرو وقادة الحركة الآخرين في كبح الصدام أثناء أزمة الصواريخ الروسية في كوبا سنة 1960. وكان الرئيس إيزنهاور قد قرر مقاطعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يعزل خرتشوف، وبجهود ناصر توجه رؤساء دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى نيويورك. ورأى الرئيس الأمريكي وحلفاؤه أن المجتمع الدولي يعزلهم فتخلوا عن المقاطعة. كان اجتماع الجمعية عاصفاً، وكانت دول عدم الانحياز بالمشروع الذي اقترحته مصر هي التي أنقذت العالم من مواجهة نووية. يسحب الاتحاد السوفيتي الصواريخ وتتعهد الولايات المتحدة بعدم مهاجمة كوبا. هذه معركة سياسية ودبلوماسية هائلة في تاريخ حركة عدم الانحياز.
ترامب رجل غير منحاز، ليس بين عملاقين وإنما بين الدميتين، وفي موضوع لا علاقة له بالسلام والحرب وإنما بالتجارة. التجارة في كل شيء. أليس هو الرئيس الذي جعل مما كان يعتبره رؤساء أمريكا السابقون حلم تحقيق السلام في الأرض المقدسة مجرد صفقة تجارية؟ إلى صحيفة الاندبندنت وتحليل لباتريك كوبرين بعنوان بريطانيا تخاطر بحرب مع إيران بدعمها للولايات المتحدة، ويقول الكاتب إن بريطانيا على شفا الضلوع في صراع لا يمكنها فيه إلا أن تنشر قوات محدودة، ولكنها قد تصبح هدفا لهجمات إيرانية إذا ما صعدت الولايات المتحدة حدة الصراع. يقول كوبرين وفق ترجمة البي بي سي أن الولايات المتحدة قد تكون صعدت بالفعل من حدة الصراع إذا كانت مسؤولة عن استيلاء البحرية البريطانية على ناقلة نفط يزعم أنها كانت في طريقها إلى سوريا قبلة سواحل جبل طارق. يقول أنه من الصعب الأخذ على محمل الجدية المزاعم البريطانية أنها تصرفت فقط بناء على طلب السلطات في جبل طارق، يضيف أن إيران قد تجده أمرا أكثر يسرا أن تتخذ إجراء ضد بريطانيا من اتخاذ إجراء ضد الولايات المتحدة ذاتها. ويختتم المقال قائلا أن الجانبين لا يريدان أن يتحول الأمر إلى حرب، ولكن هذا لا يعني ألا يتحول النزاع إلى قتال، لأن كل صراع يحتمل إمكانية التصعيد إلى حرب. في الهند يتعرض المسلمون إلى الاعتداءات التي يقدم عليها الهندوس، ولكن يمكن للمسلم أن يحصل على تخفيف في حجم الاعتداء إذا قال عبارة واحدة ووفقا لموقع البي بي سي. الدعاء الهندوسي الذي تحول إلى شعار تحريض ضد المسلمين، ففي العديد من المناطق في الهند درج الهندوس على النطق باسم إلههم المحبوب رام كتحية، ولكن في السنوات الأخيرة حولت عصابات من القتلة اسم رام إلى صرخة تدعو للقتل. وعند كل اعتداء يقوم به الهندوس ضد مسلم فإنهم يجبرونه على ترديد جاي شري رام، الذي يعني بالهندوسية تحيا أو يحيا الإله رام أو النصر للإله رام. من الملاحظ أن هذه الهتافات والمضايقات لم تعد حكرا على الدهماء في الشوارع، ففي تطور مثير للقلق انتشرت عدواها إلى البرلمان الهندي، فعندما التأم مجلس النواب الجديد للمرة الأولى يوم 17 من يونيو الماضي تعرض النواب المسلمون والمعارضون للسباب من جانب نواب حزب بهاراتيا جناتا الهندوسي المتطرف الذي يتزعمه رئيس الحكومة ناندرا مودي، وذلك عندما كانوا يؤدون القسم. كانت أول مركبة من صنع الإنسان تصل إلى سطح القمر هي المركبة الفضائية لونا 2 التابعة للاتحاد السوفيتي في 13 من سبتمبر 1959، وكانت المهمة البعثة أبولو 11 التابعة للولايات المتحدة هي أول مهمة مأهولة تهبط على سطح القمر في 20 من يوليو 1969. وحتى الآن هناك 6 حالات هبوط مأهول نفذتها الولايات المتحدة بين عامي 69 و72، والعديد من حالات الهبوط غير المأهول. مجموعة من الصور نشرتها صحيفة الاندبندنت لتلك اللحظات التاريخية نتابعها في جولتنا اليوم. تقول رسمة واحدة ما لم تقله عشرات المقالات، ذلك ما أثبته عدد ليس قليل من رسامي الكاريكاتير العرب الذين نستعرض جزءا من إنتاجهم في جولتنا التالية.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.